البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد، ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق ويعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا. إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء، هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثلما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس، فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم في وثاق الظلمة والزمهريرة ليحفظوا للدينونة معذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه، لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق. والمدن الأخر سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف، واجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم. ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله
فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبرة قسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 22 مسرة، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 698 قبل الميلاد تنيح الصديق ميخا النبي، اتولد من سبط يهوذا وكان هادي جدا وعنده حكمة، وكمان كان شاعر وتنبأ لمدة 60 سنة، يعني ربنا بيعرفه حاجات قبل ما تحصل، ودي اسمها نبوات، يعني تنبأ عن خراب السامرة وخراب أورشليم وسبي سكانها، وكمان تنبأ عن مجيء السيد المسيح. بركة صلواته تكن معنا. آمين. وكمان زي النهاردة من سنة 146 للشهداء اللي بتوافق سنة 430 ميلادية تنيح القديس أغسطينوس، اتولد في دولة الجزائر من أب وثني اسمه باتريمكوس وأم مسيحية تقية اسمها مونيكا، علمته مبادئ المسيحية، لكن اتعرف على شباب أشرار وعملوا خطايا كتير وأهمل دراسته وراح تونس علشان يكمل دراسة، لكن عاش في الخطية، وأمه كتير تكلمه علشان يبعد عن الشر لكنه بيرفض. وبعدين سافر إيطاليا من روما إلى ميلانو
واختاروا حاكمها علشان يشتغل مدرس. سافرت له أمه وكانت بتصلي بدموع وإيمان، وقابلت القديس إمبروسيوس أسقف ميلانو وقال لها: خليكي واثقة يا بنتي إنه لا يهلك ابن هذه الدموع. ربنا أراد إن أغسطينوس يقابل القديس إمبروسيوس، وكان معجب بيه وبعظاته الروحية العميقة، فبدأ يقدم توبة ويقرأ الكتاب المقدس والكتب الروحية، وخصوصا حياة القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان. فاعترف بكل خطاياه لربنا قدام القديس إمبروسيوس، وطلب منه ينفرد بعيد عن ميلانو، وفعلا تفرغ للصلاة والعبادة ودراسة الكتاب المقدس وكتب اللاهوت والعقيدة. وبعدها عمده القديس إمبروسيوس وتغيرت حياته، وفرحت مونيكا أمه برجوعه وتوبته وتنيحت بسلام. رجع بلده في الجزائر وباع كل أملاكه ووزع أمواله على الفقراء والمساكين، وراح بلد اسمها هيبونا أو عنابة في الجزائر، عاش فيها حياة النسك والعبادة، وأصبح ليه تلاميذ كتير وأنشأ دير، وكان هو المرشد ليهم في طريق الرهبنة، ورسموا أسقف المدينة كاهن وبعدين أسقف مساعد، ولما تنيح أسقف المدينة أصبح هو أسقفها ورعى شعبه أحسن رعاية وعلمهم التوبة الحقيقية، وكان بيعطف على الفقراء والمساكين، وعين أسقف مساعد ليه وأصبح مثال للتوبة الحقيقية في كل الأجيال، وألف كتب كتيرة نفع للكنيسة. ولما أكمل جهاده الصالح تنيح بسلام وعمره 76 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا آمين. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمه: هللويا، مبارك لك باسم الرب إله القوة، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فأنتم لا تدخلوا ولا تدعون الآتين أن يدخلوا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا، وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضافا عليكم،
ويل لكم أيها القادة العميان، القائلون من يحلب بالهيكل فليس بشيء، ومن يحلب بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلب بالمذبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه. ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكم والرحمة والإيمان، وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجملا، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكاس والصحفة وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاسا. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطأس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضتان، خارجهما يظهر حسنا وداخلهما مملوء عظام أموات وكل نجاسة، وهكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئة ريان وكل إثم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لم نكن شركاء في دم الأنبياء، فتشهدون إذن على نفوسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء، وأكملتم أنتم أيضا مكيال أبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا هانذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبتان، فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم، وتطردونهم من مدينة إلى مدينة،
لكيما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه جميعها تأتي على هذا الجيل. والمجد لله دائم.